التجمع الوطني للأحرار أولا في إطار العلاقات التي تربطنا مع جميع الأحزاب السياسية وخاصة تلك الأحزاب التي تساند الوحدة النقابية داخل الاتحاد المغربي للشغل. حزب التجمع الوطني للأحرار من الأغلبية يدبر مجموعة ديال القطاعات الاستراتيجية، فنطالبه وهو مطالب بنهج سياسة الحوار والتفاوض من داخل الأغلبية الحكومية من أجل تحسين الأوضاع المادية والمهنية للطبقة العاملة المغربية. وقد استمعنا بإمعان للعرض الذي تقدم به السي عزيزة خنوش، فهو عرض مبني على مجموعة من الثوابت، فنتمنى لهذا الحزب بالخصوص في المتغيرات اللي غادي يعرفها باش يكون السفير والمدافع على الطبقة العاملة المغربية والفئات الشعبية داخل الحكومة. فكعادتنا سننتظر المئة اليوم الأولى للحكومة من بعد ما التقينا مع السي سعد الدين العثماني من بعد التصريح الحكومي ديالو. فإذا أرادت هذه الحكومة بكل مكوناتها أن تنهج الحوار والتفاوض وتحسين الأوضاع ديال الشغيلة المغربية، فستجد في الاتحاد المغربي للشغل المفاوض. وبالطبع إذا اضطررنا إلى مواصلة النضال والكفاح دفاعا عن مطالب الطبقة العاملة والفئات الشعبية فنضالنا مستمر. شكرا.